كل شيء كان تحتفل، دابا تحتفلوا غير شغنقول لك البنات عريانين نيشان المسكين ما بقاش يوصل بزاف ديال الحوايج لهذا السبب. هذا ولات الاعياد كلها كيعيدوا غير الدراري الصغار، اما الناس الكبار ما بقاش تهتم بزاف كاع لان الاقتصاد طايح بزاف بزاف. ما عندي ما نقول العيد ضروري لينا بالنسبه للجوخه ولبسوا بليغه وكذا وتحيسينا ونخرجوا، ضروري هذا الشيء ماشي زعما كبرنا عليه ولا شي حاجه، هذا الشيء راه ضروري في التقاليد ديالنا. بالنسبه للحويجات ديال العيد راه داك الشيء راه من زمان، الا ما شريتيش للوليدات الحوايج ولا ما شريتيش الحوايج بحال شي حاجه ناقصه، فهمتيني شي حاجه ناقصه في الحياه ديالك. والعادات ديالنا في المغرب راه معروفه، ضروري كدوز العواشر وتصل العيد، ضروري كتفرح الوليدات وتشري لهم الحوايج ديالهم، لحقاش هذاك العيد تيقولوا العيد ديال الدراري الصغار، العيد الصغير تيقولوا ديال الدراري الصغار. مازال كاين التقاليد تبارك الله، سيرتو هنا في المدينه كتحس بالاجواء ديال العيد، ماشي بحال لا مشيتي للحمريه ولا طلعتي للبساتين ولا هادي ماشي كيف كيف. لا صافي انا كبرت على هذا الشيء اخويا انايا، وما صافي داك الشيء ديال الحوايج حنا زبالة نشريو جويخه بليغه تلبسوها نهار العيد وصافي. داك الشيء قليل قليل، ما بقاش ديك النسبه اللي كانت، وكانت ديك الظواهر ديال ان الناس كلها كتشري في العيد وكل شيء كيهتم بالعيد، من ماشي غير من الحوايج، من الحوايج وسواك وكحول الى اخره، ما بقاش هادشي في المدينه. مازال هنا انت كتشوف تبارك الله الناس راه كيتقداو الحوايج العيد وكل شيء، مازال انا حتى انا لقيتيني خارج نتقدات هنا شي حاجه شي بليغه ولا شي حاجه ان شاء الله. ضروري خاصك تحتفظ بها جليليبه وكذا، وراك عارف القاطو في الصباح ونشطوا العائله كذا وهذه ضروري هذا الشيء. بالنسبه للاحتفالات وداك الشيء راه كاينين الناس محافظين على هذا التراث وهذا الشيء، هذا التقاليد وهذا الشيء، راه باقى الناس راه كما كتشوفوا انت راه الاجواء في اي المدن المغربيه كامله راه كل شيء كيخرج، تيخرج وليداتو تيشريو الحوايج تيشريو المسائل تيشوفوا الاهل والاحباب صلاة الرحيم فهمتيني. وبالنسبه لمعاد كورونا وهذه راه دابا الحمد لله ونشكروا، راه الامور الاوضاع ولات عاديه، الامور مزيانه، كل شيء فرحان، كل شيء نشط وعاش الملك. كنا شحال هذه راك عارف عقل الصغار تجي توقف على باك انت كبير عطيني نشري الحوايج العيد عطيني، دابا اخويا راه الغالب الله دابا انا ما ضروري ديك القضيه الله وديك الناس تنعسوا حداهم، حنايا تنشريو تي ان وتنضربوا شي كويط ما تنحطوها فوق الناموسيه وتنعسوا في الارض وتنخليوها، وتحيه الاسراف الصيهاش خويا. لا وهذيك هي الظروف الماديه اخويا، وداك الشيء اللي الوالدين ديالهم ما قادرينش يشريو لهم ولا شي حاجه، الظروف الماديه عائليه داك الشيء. وحنا بالنسبه لنا اخويا راه ما بقيناش نشريو الحوايج ديال العيد فهمتيني، يعني كنشريو جلال بالوالدين هذا، بقينا باغيين والو، بغينا غير التعادل اخويا من هاد الناس هادو، على حساب حتى السن اخويا هضرت لك على السن وعلى حساب الوالد ديالي حتى هو كبر شويه فهمتيني. رمضان الاسعار شويه مرتفعه بالنسبه للدرويش وبالنسبه لهذا، راه الغلا ملموس حتى بالنسبه للمازوط ليسانس الزيت بزاف د الامور تزادت بالنسبه للدرويش وكذا، راه ما غايقدرش يسير هاد الوضعيه. ولكن كاينين الناس الكرامه وكاين باقي الخير باقي سميتو، تنطالبوا من طلبوا من الدوله الله وعسى مور هاد مور العيد مور العيد ان شاء الله تاخذ شي قرار ويكونوا تخفيضات مناسبه يعاونوا بها الشعب، لحقاش هاد الوتيره اللي غاديين فيها راه وتيره زايده تصاعديه ماشي في النيفو ديال 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 المواطن فهمتيني. والغلا راه تنشوفوا هاد الشيء الغلا. وبالنسبه للارزاق راه الارزاق بيد الله، راه الله هو اللي تيرزق. عندهم التقاليد ديال عيد الفطر كتكون المدينه عامره كما كتشوفوا دابا، تكون المدينه عامره تبارك الله، كيجيو الناس يتقداو لوليداتهم كيفرحوا بهذه الاجواء ديال العيد. عيد مبارك لجميع المغاربه، وكنتمنى لهم ان شاء الله تدوز هذه المرحله ديال الكورونا والاقتصاد شويه يتحرك وكذا وهذه باش كل شيء نوض ينتعش. شكرا. عيد مبارك سعيد وعواشر مبروكه على جميع امه سيدنا محمد وعلى الشعب الوطني وعلى خوتنا، ونباركوا العواشر لكل شيء لجميع الديانات، وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحة والعافية. بالمناسبة عيد مبارك سعيد لكل المغاربة، الله يدخلوا عليهم الصحة والسلامة، بالسلم والسلام إن شاء الله. المغاربة تحية لكم وتنحبكم كاملين، وعيد مبارك سعيد، وإن شاء الله الكوضيم تطلع وتفرحنا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله وشكرا. أيوا عيد أخويا مبارك سعيد للمغاربة كاملين.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.